مجموعة دحاة تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. باي باي يوم الباع. ايه انا باي. شواهد ودبلومات وعني في بلاد البور. شنو نعمل اشنو ندير اللي يجيب التيفير. باي خدام في ديور الناس شو مش طلع لي في الراس. انا ودبنتي نحن الراس كان عندي وما كاين باس. ما كاين باس الأصل والمهدي حلو وعسل وعيدة صيدك الكل. أنا وبنتي بحمر قل دليلة بنت الأصل والمهدي حلو وعسل مع عيدة صيدك الكل. أنا وبنتي بحمر قل. كما بوس يم يم كان شفت كان فيك وعيش بخير. كان رجل كان قرص وتقابل بغرير. كان وجد حلو وأشكال العسل. طوى ولحتاج أخوكم طباخ بير. يلا 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 اسمعوا صادي اللي غادي لمدرستو اللي غادي للخدمه. كنترول قول لي كارطابل موجود. هيا لانش بوكس موجود. النشاط العلمي موجود. النشاط الادبي موجود. والبحث الفني اولي نسيتو. نسيتي وطلع جيبو اولي. ابا كيفاه اولي سير جيبو. لا لا زنوبه كنترول. بابا بلا ما تشد براسك معايا انا بخير موجوده. لانش بوكس محفظة بحت فيني بحت الأدبي كل شيء كاين. برافو عليك. إيوا ودفتر التمارين حصلتيني. يلا طلعي جيبي. بونجور. بونجور. أنا لما دوزتينيش في الكونترول توي فيغي. لا أنت هي اللي خصك تدوزي في الكونترول ولا كارت غريس ديالك هي موجودة. تفضلي. إيوا هكاك تور راسك. تشكيتي مع لي زونفون؟ كلهم بخير وعلى خير. لو بيس جان؟ قريب. يلا يلا. برافو. هاك المصروف ديالك انت. يا هاك المصروف ديالك انت. بغيت خاودي ما تعطي ولاد المصروف راه تزيدوا لنا شويه. شوف الزياده راه خصك توقف عليها في البرلمان اربعه د المرات ولا خمسه. وهذا المصروف اللي كنعطيكم نتوما راه مصروف ديال العائله على قدها في الدريبه عندنا. يلا يلا للدراسه. تبارك الله. واش غدير انت بالمصروف عندك كلشي في اللانش بوكس؟ يلا يلا بيزو بيزو. يلا تخافاي بيان ليكول. يلا سيرو سعيد. اليوم غادي نكون ديبوردي في لو طرافاي. بغيتك تقضي لي شي حويجات على برا. صافي كوني هانيه انا راه فيتك. نعول عليك. ويلي 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 اش هادشي؟ هادوك الاولاد مساكن غادي تقوص لهم الظهر. هاز في كتافه وهازين في يديهم بزاف. واش هادوك تلاميذ ولا حماله؟ بونجور مامون. بونجور مامون. كتعرفهم انت هاديك الهضره اللي كتقولها ما تقولهاش لنا حنايا. قولي لها لوزير التعليم هو انا اللي دير لهم البروغرام. دير لهم هالنشاط العلمي هالنشاط الادبي هالنشاط. وما كاين حتى شي نشاط ما ناشطين ما تزبزا. اجي انت اش كدير هنا اللي ما تديرش ليهم باجاجيست وتوصلهم سال ترونسبور؟ اسمحوا لي الله يخليكم. هي عاد عطاتني دابا مهمه انني نخرج نخدم برا نخدم لداخل. دير لهم نشاط بزاف عليا انا والكونترول على هادشي كثير. وثاني ما تكتوش عليا. المهم المسابقه ماما اللي هضرت لك عليها راه اليوم غنديروا لا سيليكسيون فينال. ايوا مزيان الله يعاونك. لقيتي شي مرشحين؟ شويه داكشي ما جاوناش بزاف. بلاتي شنو المسابقه هادي؟ درنا واحد المسابقه ديال دي جون كرياتور باش يعطونا افكار شي حاجه ابداع في الاشهار تيفا دم جديد. ايه يا سلام على الدعايه ديال بكري. كانت كتشدك وكتبغي تسمعيها وتشوفيها. وداك الصوت ديال السي مطاع الله يطول عمره كيزعزع. كان بكري الاشهار ما بقاش اشهار. كان بكري الاشهار كنتي كتشوف شي اشهار ديال شي برودوي واخا تكون ما باغيش تشري كتمشي تشريه كيشهيوك فيه. ما دابا وليتي اش كتشوف دابا؟ كيشدوا اغنيه وبعض اختارت من التراث المغربي وكيشدوا حيدوا لها الكلام ويزرعوا فيها ويبيعوا بها مطيشه يبيعوا بها اللفت يبيعوا بها الفرماج. ما بقاش اشهار. والبانوات انا والله الا كنحشم كنلقى شي سلوغون مكتوب ما فيه والو. كتلقى العربيه مع الدارجه مع الفرنساويه وتم الحروف بدلوهم. العين والتي الربعه والتسعود والتي هي عاف ما تخرج داكشي. بازلك الله يعطيني وجهك كتفهم في كل شيء. هذا راه لو لونغاج ديال هاد لا جينيراسيون. داكشي علاش حنا تنديروا لهم داكشي اللي غادي يفهموه. دو توت لي فاسون انت ما غاتفهمش هادشي. لا سمحي لي هذا هو الغلط.
انكم نتوما كتبعوا لا جيرانس خصكم نتوما اللي تصلحوهم نتوما اللي تعطيوهم لونغاج مزيان ما تبقاوش تسناهم وتمشيو تضبطوا معاهم اسمح كنفهم شويه باش نضيع معاك الوقت سعيد قناتك انا درت في الكومونيكاسيون في الاشهار وفي داكشي ما مسالياش عندي الخدمه ما يدار سؤال 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 وراه غادي نتعطل سعيد سؤال 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 نزوق فيك بغيت دابا نعرف دابا هادو اللي غيشاركوا في المسابقه واش غيربحوا شي حاجه مي بيان سور غادي يربحوا عندنا دايرين حاطين 20000 درهم ولو بلو كومبيتون هو اللي غادي يخدم معنا في لاجونس اه 20000 درهم صافي انا غنمشي ماما الله يعطيك السر اليوم بغينا ناكلوا شي حاجه من شغل يدك الله يعطيك السر عيينا عيينا من واخا بنتي واخا يلا درت المانيكور ما ترتاش في وجهي لا حبيبه يلا بونجور ني الله يعاونك ايوا مالك مالك سيتي لا سيتي غير فديك 20000 درهم 20000 درهم في لي ساعات يا جوج مليون الدراري عندهم الزهر غادي يديروا لنا شي اشهار ياخذوا زيانه هذه القضيه زيد انت عندك خارجين عافي الفلوس زيد غادي تمشي معايا لا كويزين وغتنقي الخضره وانا نقول لك شنو دير العطريه وكل شيء وغادي تعطيني لي غون وتجيب لي قهوه وعلاش بغيتي قهوه نشربها ايوا وشكون اللي غيطيب انت وليش دايره ليكم باش نعطيك الاوامر زيد التميس قد سول ميرسي بوكو سي سبتي وسي طاهره انكم خليتوا لي زاجونس ديالكم وجيتوا باش ديروا معايا جوري لان راه كيف ما كتعرفوا هذه المسابقه راه غادي تعود علينا كلنا بنفع سعاد جاو لي كونديتا وي مدام دخلي لي الاول عافاك تفضل السلام عليكم سميتك احمد المعروفي متشرفين سي احمد قول لينا شنو هو لو بروجي اللي فكرتي فيه في هذه المسابقه جيت ندوي لكم البروجي ديال الطوبيسات طوبيسات علاش طوبيسات شتي دابا حنا ما بقيناش بغينا نركبوا في الطوبيسات علاش حيت ولا واحد المشكل كبير الطوبيسات ولاو مسخين ولاو ما كاينش كراسه ما كاينش فين تجلس ما كاينش الاحترام الشيفور ما بقاش مسوق للطريق ما كاينش الاحترام وتخيلوا معايا دابا ان كاينين طوبيسات نقايه زوينين سيكوريزي وانا جيت ندير لهم الدعايه كاينه واحد الشركه غتجيب لينا طوبيسات وجيت انايا ندير لهم الدعايه داكوغ هذه والله الا فكره مزيانه عمرنا ما طرقنا للافكار بحال هذه مزيان ودوت فاسون كتبقى فكره اللي هي سوسيال يعني كتهم المجتمع كله وانا متاكد باللي هذه الفكره ان شاء الله غتعجب الشعب المغربي ان شاء الله غادي ندرسوها معك ان شاء الله سي معروفي عندها لي كوردوني ديالك والبروفيل صافي دابا نتصلوا بك سيدي واخا شكرا تفضل. شكرا والله الا فكره مزيانه هذه ديال لي بيس دو فاسون كتدخل دائما في السوسيال غادي نشوفوا سعاد لو كونديدا الثاني عطاتني اون ليست كاينه اون فام سناء عليكم السلام شنو سميتك سميتي سناء القديوي سناء لا سناء اشنو فاش فكرتي الفكره ديالي ان شاء الله غتكون على لي بارفان داكوغ حنا نورمالمون ولينا كنشوفوا البنات اكتيف تبارك الله عليهم ولاو في جميع المجالات ولكن ولات اكثر حاجه اقل حاجه كيفكروا فيها يشريوها او اخر حاجه هي لي بارفان حيت لي مويان ما كيبقدوهمش بغينا نديروا بارفان يكون الثمن ديالو قليل ويكون في متناول الجميع يقدروا كاع النساء يشريوه يعني عطر لكل النساء والتكلفه تكون وتكون قليله تكون قليله مزيان دوزو لي فاسون ما يمكن يفكر في العطر الا المراه اللي كتكون الانوثه ديالها فقدات يعني الانوثه هي كتجسد في لي بارفان ان شاء الله اكزاكتومون غير هو كيخص يكون فيه المعايير اللي هي يعني تكون سيونتيفيك ما يكونش حاجه اللي تضر بالبشره ولا هذه اهم حاجه غادي نركز عليها ان شاء الله داكوغ شكرا لسناء غادي نتصلوا بك مرحبا لاله شكرا سويفون السلام عليكم. عليكم السلام. نقدم لكم سي. تفضل. أمين حركات. سي أمين حركات شنو الفكرة ديالك؟ الفكرة ديالي كتهم القنوات التلفزية. كيف ما كتشوفوا اليوم القنوات التلفزية ضعيفة بزاف. جينا بواحد الفكرة اللي غادي تقاد لينا بزاف الحوايج، غطور لينا بزاف الحوايج، غطور لنا الوعي ديال المتلقي. اللي كيهمنا اليوم هو نطور المونتاليتي والكاليتي ديال الناس اللي كيشوفونا. وهذه هي الفكرة ديالي وهذا هو السبوت اللي بغيت ننجح به إن شاء الله. وكنتمنى انكم توافقوا على هذا البروجي يعني انت مشيتي في الكرينو ديال الثقافي ديال التوعوي ديال التحسيسي بغينا يكون داك الشيء هادف وبنادم يستافد اكثر
باش يكون عندنا مواطنين اللي عندهم افكار كبيره وبزاف د الحوايج. اكزاكتومون تري بون ايدي. غادي نتصلوا بك سي امين. شكرا شكرا. تفضل. شكرا. في الحقيقه انا عجبتني هذه الفكره لانه دائما حنا تنديروا الاشهار المواد الغذائيه ولا لي برودوي ولا هذا، وما عمرنا ما تنفكروا في ذاك الجانب الفكري التوعوي الثقافي اللي هو اللي تيكون طبعا هو اللي تيهز بالمجتمع ديالنا، والاعلام غادي يكون هو اكبر بوابه. مزيان والله الا عجبتني هذه الفكره. جو في لا نوتي. سعاد واش باقي شي حد؟ وي باقي. واخا يلا تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. سعيد بن محمد. اش كدير هنايا؟ جيت نتقدم في المسابقة ديالكم، ديال عندي فكرة بغيت نقدمها لكم في الإشهار، إن شاء الله غادي تعجبكم كاملين في الإشهار. اش من فكرة؟ الفكرة اللي عندي هي أننا يعني غادي نهضروا على المسحوق، على المواطن المسحوق. أنا بغيت نقول لك زعما ماشي المواطن المسحوق، بغيت نقول لك على المسحوق اللي كيستعملوا المواطن، لأن بشحال هذه ما بقينا كنشوفوا دوك لا بيبيسيتي على المسحوق، يعني يعني العيالات اللي كيصبنوا بالصابون ديال المسحوق اللي هو المهم. انا غادي داكشي غادي نصوب لكم في مصور بقد وغادي يعجبكم ان شاء الله. مخلي الدار ومخلي الدراري وجايك. سمحي لي، انا عندي حق نشارك. انت دابا علاش ما بغيتيش انا نشارك؟ واش عندك شي مؤهلات؟ قري شي حاجه. الاشهار راه كيقراوه الناس، ماشي مساله الاشهار، خص افكار الوعي. يعني دابا انا عندي واحد الابداع كيجي من منبع من الداخل، ماشي بالقرايه. شحال من واحد قاري اش دار؟ عندك الابداع، انت كتفهم في كل شيء، حتى حاجه ما كتفهم فيها. لا انا هادشي غنفهم فيه وغادي نعجبك. مسحوق قصبين. الا ما نصبرك يا ولدي يا سعيد في الدار. شي دابا انت يا محسده ما بغيتيني شي، انني نطلع بغيتي نبقى غير خدامه عندك. تفضل. انا غادي نقدم لكم انا نشارك ان شاء الله، ولا كان ممكن الله يخليكم باش نقدر نوجد. اذا كان قلتوا بان اللي يربح غادي ياخذ 20000 درهم ياك، فاذا كان ممكن تسبقوا لنا واحد 1000 درهم باش نوجد الماتريال باش نخدموا. لا هذه راه جائزه ماشي كريدي، جائزه ولكن يستحقها اللي كيكون هو الفائز. معليش انا غادي نمشي نتسلف، عندي مولاة الدار تقدر تعاوني وان شاء الله غادي نوجد لكم عمل مزيان. واخا واخا سي سعيد. احنا غنتصلوا بك سي سعيد. داكور. احنا غنتصلوا. لا بلا ما تتصلوا بي انا غادي نجي لعندكم. واخا تفضل سي سعيد. شكرا لك. تفضل. شكرا. تفضل. شكرا. كنظن حتى نجلسوا عندنا نشوفوا هاد المشاريع. مسكينة الله يلا عزت عليا، وقيلا جاها الزهايمر. ويلي راجل عاد فناته هادي 10 سنين. ايه مدام فواحة كتقولك ماما غي. ويلي ويلي عبد الله. ويلي ويلي ويلي. انا غادي نعاود نعيط. ويلي 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 ويلي. واش الكاميلا كانت غتحرق والتيكا ما كاينه هنا؟ خليتك غير ساعه، اما قول خليتك نهار كون حرقتي لا ريزيدونس كلها. انت فين مشيتي؟ انا نمشي نقضي واحد الغرض ونجي. خليناك زعما معولين عليك. تخلي الطنجره تحرق وتمشي. عرفتي الغرض اللي مشى يقضي؟ جا عندي انا لاجونس قال لك حتى هو بغى يكون مع المتسابقين. ويلي يلاه بلا حشمه بلا حياه. اشنو فيها؟ مالكم حسادين؟ ما بغيتوني نبقى حياتي كلها فون دو ميناج؟ جات فرصه خصني نمتازها، جات فرصه غادي نربح 20000 درهم وممكن نولي خدام معاك في الشركه ونعطيك افكار ديالي واعره. فاش من فرصه واش من افكار؟ واش كيسحب لك انت داك الشيء دابا غيجي وديرو؟ كتستسهلوا الامور، هذاك الشيء راه اختصاص، راه قلت لك الناس راه كتقرا وكدير التخصص ديالها، راه خرجت علينا هذه العشوائيه، كل شيء باغي يدير كل شيء. وراه داك التخصص تعطي للدول الاخرى، اما حنا في بلادنا راه ما كاينش تخصص، كل واحد كيدير اللي بغى. حيت كيفكروا بحالك هكا، انتيا شغلك طناجر خشي وجهك في الطناجر. يلا طنجره. شتي انت ما تهضريش معايا بعدا، ما تهضريش معايا لانك انتيا ما 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 كتعاونيش معايا. واش انا عباد الله خليتك حاضيه وتعاوني معايا في الاخر ما بغيتيش تحطي يدك حتى في المبرد؟ علاش؟ ما نقدرش. علاش ما تقدريش؟ ما نسالياش. واش كديري؟ علاش جبتك انا؟ واش انا جبتك باش تقابل الطناجر ولا تقابلني انا؟ انا غنشارك في هذه المسابقه، بغات ولا ما بغاتش غنشارك في هذه المسابقه، وهذا حق تعطي لي الدستور. يلا كتقلب تجري عليك، راك كتقلب عليها ها ودني منك. وما شتيش الا ربحنا 20000 درهم وشريت لك بها شي حاجه، شي كادو زويون سنيسله. شحال تعطينا؟ ايوا قلت لك دابا وقفي معايا في هذه القضيه. سنيسله. شي حاجه بوندونتيف اون ديامون. شحال الارقام هذه؟ شي 19000. ما بقيتش مشارك.
مجموعة دوحات تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد.